أهلا بكم في قناة كوكتيل. تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صور للفنانة ريهام حجاج وهي تقبل زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة بشكل لافت، مما أثار ضجة كبيرة. وظهرت ريهام في صورة برفقة زوجها احتفالا بعيد ميلاده على طريقتها الخاصة وهي تعطي له قبلة حارة كما وصفها المتابعين، حيث علقت على الصورة قائلة: عيد ميلاد سعيد لحبيبي وأعز أصدقائي ونص التاني وكل شيء في حياتي، أحبك للأبد. وعلى صعيد الفني تشارك ريهام حجاج في موسم الدراما 2021 بمسلسل كل ما نفترق، يشاركها البطولة أحمد فهمي وعمرو عبد الجليل وطارق عبد العزيز وأيتن عامر ورانيا يوسف ورحاب الجمل وسلوى خطاب وأحمد صيام، هو من تأليف محمد أمين راضي وإخراج كريم العدل.